في إطار انعقاد الدورة السادسة للجنة المشتركة المغربية العمانية. زيارة معالي الوزير وانعقاد هذه اللجنة تأتي في سياق جد متميز للعلاقات الثنائية. علاقة بين بلدينا هي علاقات متجدرة، هي علاقات قوية، وهي علاقات واعدة تحت مظلة ووفق تطلعات قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظهم الله. علاقتنا نابعة إذن من هذه المودة الصادقة وهذه العلاقات المتميزة الشخصية بين عاهلي البلدين، وكذلك من منطلق توجهات متطابقة لبلدينا سواء في إطار رؤية تطوير السياسة الداخلية، والمملكة المغربية وجلالة الملك يتابع باهتمام كبير ما تعرفه السلطنة من تطور كبير وفق رؤية صاحب الجلالة السلطان، ورؤية 2040 وتنويع الاقتصاد هي رؤية نموذجية يتابعها المغرب والمغاربة باهتمام كبير. المغرب كذلك معالي الوزير يثمن كثيرا دور سلطنة عمان كقطب استقرار في منطقة الخليج العربي، وكفاعل هادئ ولكن مؤثر في الاستقرار في المنطقة وفي خلق جو للحوار داخل المنطقة وفق مبادئ ثابتة للسياسة الخارجية لسلطنة عمان. اجتماعنا اليوم يأتي لنبني على نتائج الدورة السابقة للجنة المشتركة، سواء من حيث إغناء الإطار القانوني، وكنظن في 2019 وقعنا على 5 اتفاقيات، اليوم كذلك نوقع على 5 اتفاقيات جديدة، هذا من شأنه تطوير الإطار القانوني وتحديثه وإعطاء إشارات سواء للقطاعات الوزارية المعنية بهذه الاتفاقيات أو للقطاع الخاص بصفة عامة على أن هناك توجه لقيادة البلدين لإغناء العلاقة الثنائية بجوانب اقتصادية وقطاعية مهمة. إطارنا القانوني أكيد أنه يتطور ولكنه محتاج إلى تحديث. الاتفاقيات في مجال التجارة، في مجال حماية الاستثمار، اللي هي اتفاقيات ربما قديمة نوعا ما يجب كذلك تحديثها لإعطاء إشارة قوية للقطاع الخاص في البلدين. كذلك ما اتفقنا عليه من تشجيع القطاع الخاص على خلق مجلس أعمال مغربي عماني من شأنه أن يعطي دفعة قوية للعلاقات التجارية بين البلدين. اتفقنا كذلك على تطوير التعاون في مجموعة من القطاعات المهمة كقطاع الطاقات المتجددة، كالقطاع السياحي، كالقطاع الاستثماري وغيرها من القطاعات، وذلك من منطلق رؤية قائدي البلدين سواء النموذج التنموي الجديد في المملكة المغربية أو رؤية 2040 في سلطنة عمان. اجتماعنا كان مناسبة كذلك باش نتحدثوا في مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية. كانت مناسبة أولا للتعبير عن تقدير المملكة المغربية للمواقف الداعمة والثابتة لسلطنة عمان للوحدة الترابية للمملكة المغربية. هذه مواقف يقدرها كثيرا جلالة الملك والشعب المغربي وكل القوى الحية في المملكة المغربية، وهذا ليس غريب. كما قلت، سلطنة عمان كانت من الدول المشاركة في المسيرة الخضراء التي استرجعت بها المملكة المغربية أقاليمها الجنوبية، والعالم العماني رفرف إلى جانب العالم المغربي في هذه الملحمة التاريخية المهمة اللي مكنت المغرب من استرجاع هذا الجزء من ترابه. وكانت سلطنة عمان في هذه أسبوعين في
الجمعية العامة للأمم المتحدة تحدثت باسم مجلس التعاون الخليجي وعبرت على هذا الموقف الثابت، فهي مناسبة لتجديد الشكر والتقدير لهذا الموقف الثابت والراسخ. تحدثنا كذلك حول الوضع في المنطقة العربية وخاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وكانت مناسبة باش كنظن نأكدوا معا على أن القضية الفلسطينية كتبقى قضية محورية، وأن لا سلام في الشرق الأوسط بدون حل عادل ونهائي للقضية الفلسطينية. الحل هناك إجماع دولي على أنه يجب أن يكون في إطار حل الدولتين، دولة إسرائيل بجانب دولة فلسطينية مستقلة على حدود يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية. ما يقع اليوم والهجومات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي الفلسطينية لا تساهم في خلق جو يساعد على فتح الحوار وعلى خلق السلام في هذه المنطقة. المغرب مرة أخرى يندد ويرفض هذه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، وعلى جنين وما خلفته من قتلى ودمار. المملكة المغربية تعتبر بأن الوضع الحالي خطير وخطير جدا، يهدد ما تبقى من أمل لإقامة السلام في هذه المنطقة، ويزكي التطرف والعنف في هذه المنطقة. المملكة المغربية تعبر عن دعمها وتضامنها مع الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الحرجة والخطيرة، ويطالب مرة أخرى المجتمع الدولي والقوى العظمى بالتدخل لإيقاف هذا العدوان على الشعب الفلسطيني وعلى أراضيه. تحدثنا كذلك حول تنشيط المنظومة العمل العربي المشترك، والمغرب وعمان عندهم رؤى متطابقة، الدبلوماسية الهادئة ولكن المؤثرة، ونحن يعني نتابع ونقدر كثيرا ما تقوم به سلطنة عمان بتوجيهات من قيادتها الحكيمة، لتكون السلطنة هي واحد المجال مفتوح للحوار وللتقارب بين الأطراف المتصارعة، ولتؤكد كذلك بأن مبادئ الحوار، مبادئ حسن الجوار والحلول السلمية للقضايا هي مبادئ ثابتة في السياسة الخارجية لسلطنة عمان، كما هي ثابتة في السياسة الخارجية للمملكة المغربية. سلطنة عمان سترأس مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة المقبلة، وهذا نعتبره بالنسبة للمملكة المغربية يعني إشارة إيجابية وقوية بالنظر إلى العلاقات الاستراتيجية بين المملكة ومجلس التعاون الخليجي، وبما نعرفه من براغماتية في السياسة الخارجية العمانية التي من شأنها أن تحول هذه الشراكة الاستراتيجية ليس فقط من شعار أو طموح إلى حقيقة، إلى برنامج عمل وإلى أدوات للتعاون وللتنسيق بين المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي. إذن هي زيارة ناجحة، وهي دورة ناجحة للجنة المشتركة بما أسفرت عنه من نتائج ومن إعلانات، وبما ستخلقه من دينامية إيجابية علينا وعلى سفيري البلدين مواكبتها عن قرب، حتى نكون في مستوى طموح قيادة البلدين، وحتى نستغل كل فرص لكاتحاد دينامية الاقتصادية المهمة في البلدين، واعتبار كل بلد منصة لمجالات جغرافية أخرى. المغرب هو منصتكم نحو القارة الإفريقية، نحو غرب وإفريقيا ووسط إفريقيا، كما أن سلطنة عمان ببنيتها التحتية بعلاقتها يمكن لها تكون منصة للمغرب
للسوق الخليجية ولكن كذلك للسوق الأسيوية بصفة عامة. مرة أخرى مرحبا بك أخي. وبالتالي أنا حقيقة سعيد وأحب أن أنتهز الفرصة لأجدد شكري وتقديري وامتناني باسمي وباسم جميع زملائي في الوفد العماني على ما لقيناه من استقبال حار وضيافة مغربية أصيلة وكريمة، وأيضا الأريحية التي تمت بها أعمال اللجنة هي حقيقة محل تقدير وإعجاب. وأعتقد هناك الكثير، ربما بدون استثناء يعني كل المجالات مفتوحة للتعاون وللشراكة وللتبادل، إن كان في المجال الاقتصادي أو الثقافي أو العلمي والتقنيات الحديثة. نحن نتحدث اليوم عن التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي والطاقة المتجددة وسلسلة المشاريع التي أيضا ممكن أن تأتي بناء على جهودنا المشتركة في مكافحة التغير المناخي. وبالتالي أعتقد هناك فرص واعدة وكبيرة للقطاع الخاص في البلدين، وخصوصا القطاعات الشركات الصغيرة والمتوسطة. أعتقد هناك الكثير من مجالات التعاون التي يمكن أن نبني عليها في تحويل نتائج مثل هذه الاجتماعات وهذه الدورة إلى مشاريع تعود بالمنفعة على البلدين وحتى على المنطقتين. بالتالي نحن عمان يعني ترحب حقيقة بالزائر من المملكة المغربية، سواء كان من القطاع الخاص أو أي قطاعات أخرى نجد فيها وسيلة وسبيلة ورغبة للبناء الشراكة وتحقيق المردود المثمر. طبعا لابد أن نكون عمليين وواقعيين في نفس الوقت، أنه صحيح نشعر بالرضا لنتائج اجتماعنا اليوم، ولكن أعتقد التحدي الأكبر هو في قدرتنا على المتابعة. متابعة ما تم الاتفاق عليه يحتاج إلى عمل كبير وتكاتف بين الجانبين على مستوى كل تقريبا المجالات والقطاعات التي تم الاتفاق حولها. مذكرات التفاهم أيضا التي تم التوقيع عليها، وسوف تكون هناك مزيد أعتقد من الاتفاقيات هي قيد البحث والاكتمال، سترى النور إن شاء الله في المستقبل، ولكن أيضا هي ستحتاج إلى متابعة وتفعيل. وبالتالي سنكون معالي الوزير تسمح لي أقول أنه نكون حريصين حقيقة ونشد بأيادي المسؤولين لدينا بترجمة ما اتفقنا إليه إلى واقع ملموس يلمسه المواطن في المغرب وفي عمان وبشكل حثيث ومتطور. سنكون إن شاء الله متابعين لهذه النتائج. كما تفضلتم معاليكم، ولن أكرر ما ذهب إليه معالي الوزير، اغتنمنا فرصة اللقاء اليوم لتناول العديد من المستجدات في المنطقة العربية وأيضا في العالم من حولنا. وأستطيع أن أؤكد مثل ما تفضل معالي أن رؤانا تكاد تكون متطابقة في معالجة وفهم وتشخيص هذه القضايا وكيفية تعميق التعاون والعمل المشترك في إيجاد الحلول السلمية لكثير من التحديات والقضايا من حولنا. نحن دول ننشد الخير للجميع وننشد الصداقة مع الجميع، ولذلك ستجدوننا دائما في سلطنة عمان على هذا الخط ذاهبون ومستمرون بكل روية وبكل ما نستطيع أن نمتلكه من إمكانيات في تقريب وجهات النظر وفي الدفع بالمبادئ التي آمنا بها وضرورة احترام الوحدة الترابية للدول وسيادتها،
وأن نحتكم دائما إلى القانون. القانون الدولي هو وقواعده يجب أن تحترم بدون ازدواجية في المعايير، فهذا ينطبق على الكثير من القضايا التي تهمنا بشكل أساسي، وأهمها القضية الفلسطينية، لأنه مثل ما تفضلتم بدون إيجاد حل سلبي وعادل وشامل لهذه القضية لن تهنأ منطقة الشرق الأوسط بالاستقرار الدائم والتنمية الدائمة. وبالتالي هو من أولى أولوياتنا في السياسة الخارجية أن نسعى دائما وندعو المجتمع الدولي والدول المؤثرة في أهمية احترام القانون في إعطاء كل ذي حق حقه واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني حسب ما نصت عليه القوانين الدولية، حسب ما نصت عليه قرارات مجلس الأمن وجسدتها مبادرة السلام العربية. وبالتالي نحن نشكركم حقيقة كثيرا على أيضا جهودكم في هذا الإطار وفي مختلف هذه القضايا، ونتمنى للمغرب دائما الاستقرار والأمن والرخاء، وهو يعني بلد ذو تاريخ وحضارة وعراقة أصيلة، وإن شاء الله يعني بسواعد أبنائها ستظل المغرب واحة للأمن والاستقرار والسلام، ونتمنى إن شاء الله أن تجدوا الحل بدعم أشقائكم وأصدقائكم، الحل الشامل والعادل والسلمي للقضية، قضيتكم الأولى وهي قضية الصحراء. وحكمة جلالة الملك حفظه الله في مبادرته الشهيرة للحكم الذاتي أعتقد هي الحل العادل والسليم العاقل لإنهاء هذا الخلاف. كل الشكر مجددا لكم معالي الوزير، ونلقاكم إن شاء الله في مناسبات قادمة، ومرحب بكم في سلطنة عمان في أي وقت.